السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في عالم مريم للطبخ، ومرحبا بكم في وصفة جديدة وفيديو جديد. نتمنى ينال الإعجاب ديالكم. اليوم إن شاء الله هنقدم لكم واحد الكيك اللي كيجي زوين وخفيف. بقوا معايا إن شاء الله تشوفوا المكونات والطريقة. نحتاج ان شاء الله كاس ديال سكر حبيبات، كاس ديال الزيت، كاس ديال عصير البرتقال، 3 د البيضات، واحد الخماره من وزن 7 غرام، وقشره الليمون نحكو الليمون، وجوج معالق ديال اليوغورت، والدقيق على حسب الخليط. نخلطوا العناصر ديالنا كامله. ما تنساوش واحد القبيصه ديال الملح. قشور الليمون ممكن تعوضوهم بالفانيلا الا ما عندكمش. هذا القوام اللي خصنا نحصلوا عليه. غنلبسوا المول ديالنا وغادي نديروا الكيك وندخلوها الفران اللي مسبق سخون من قبل. ها هي الكيك ديالنا، من بعد ما خرجتها غنخليها تبرد وغادي نصوب الفلون ديالي بالليمون. غنحتاج جوج كيسان ديال الليمون، عصير البرتقال، وغنضيف عليهم، غنديرهم فوق النار ونضيف عليهم جوج معالق ديال السكر حبيبات مع واحد الفلون. نخليهم غير يغلاو وغنحيدهم كيف ما كتشوفوا. غنخليه يرتاح يبرد، وغادي ناخذ الكيك ديالي من بعد ما بردات غادي نقطع عليها قطع ديال البنان على هذا الشكل. استعملوا فلون دي الفاني من الاحسن. وغادي نخوي الخليط ديالي على الكيك من بعد ما استفت البنان، وغادي ندخلها للمجمد غير تشد راسها مزيان، وغادي نحيدها يعني تقريبا واحد نص ساعه المكانه كيف ما كتشوفوا. من بعد ما حطيتها في طبق التقديم وزينوها كيف ما بغيتوا. المهم الكيك صراحه كيجي زوين، كيجي هش وكيشرب داك الخليط، يعني كيجي زوين بزاف. هذا هو الكيك ديالنا كيف ما كتشوفوا. كتجي طبقه ديال الكيك وطبقه ديال الفلون. والمذاق مع البنان كيجي رائع جدا. نقطع لكم واحد الطرف. كتجي مشربة من الداخل، كتجي زوينة. كيف ما كتشوفوا هذا هو الكيك ديالنا. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم وكنتمنى تجربوه ببيوتكم. ما تنسونيش بلي لايك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد.
شكرا لكم بزاف على المتابعة، ونشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. خليتكم على خير.